اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، جبت معايا لعبه جديده جامده جدا جدا جدا. فاكرين الستين بيضه اللي كان فيهم حيوانات كتيره قوي؟ كنا فتحنا بقى منهم حبه. النهارده بقى هنفتح حبه تانيين نتفرج عليهم من جوه ونشوف يا ترى ايه شكل البيض اللي موجود بقى فيه. واو، شفت بقى يا ترى هيكون شكله عامل ازاي؟ الله، ده شكله بيض ديناصور، بس طلع كان فيه حيوانات تانية. كان في زحالف وكان في خرتيت. تعالوا بقى نفتح ونشوف مع بعض يا ترى بقى ايه البيت ده عبارة عن فيه ايه. الصراحة انا كل مرة بحطه بقى في المية عشان انه يفقس. النهاردة هحاول كده ان انا افتحه بس كده واشوف يا ترى اتفتح ولا لأ. بص بقى، طارت مني. اوكي، هحاول ان انا افتحها بقى، اضغط عليها واكسرها كده ونشوف ايه اللي فيها من جوه. ايه ده؟ الله، ده طلع نوع معين من الديناصور. اوكي، طبعا لما بنحطها بقى في المية القشر بتاعها بيتقشر وبيقع اهو. بصوا، ده اول نوع اهو. الله، شكله برضو نوع جامد جدا، نوع ديناصور الفظيع ده. اوكي اهو، لونه بقى بامبا. ماشي، هنحاول بقى ان احنا نخليه على جنب ونلعب بقى بالباقي. اهو حطه بقى كده. بصوا بقى، شكله جامد قوي، مش لازق خالص بقى زي ما كنت فاكرة. ما نحطه بقى في المية بيتغير، المية بتخليه ملزلز كده ولزج، بس المرة دي مش لزج خالص. اوكي، معانا بقى بصوا ده البيض التاني اهو. نكسرها برضو بقى كده، نحاول ان انا اخبط عليها واشوف بقى يا ترى ايه ده. ده طلع نوع تاني من الديناصور. الله، ده الديناصور اللي هو بيمشي على 4 رجلين. بصوا شكله جامد ازاي، ده طري شوية الصراحة. أنا كنت فاكرة المية هتدوب، لكن لا، هو أصلا طري لوحده، لكن ده شوية بلاستيك. اوكي، شفت بقى شكله جامد ازاي. الله، واو. بعدين هنا بقى واحدة تانية، واحدة تالتة. ايه ده؟ بصوا الديناصور طلع لونه اخضر. بصوا، والقشرة بتاعته برضو حلوة جدا. قدرنا بقى ان احنا نتفرج عليه. اوكي، الله، لون الاخضر ده فعلا شكله حلو قوي. نشوف بقى كده، فاضل لنا حيوانات ايه تاني. بصوا، ده نوع معين بقى كده من الصلصال، يعني تحس ان هو عجينة كده، مش صلصال، يعني تحس ان هو دي انواع مختلفة من الديناصورات. اوكي، في لون البينك واللون الازرق والاخضر اهم. تعالوا بقى نشوف نجيب لون ايه تاني كده. احنا جبنا تقريبا اغلبية الالوان. اوكي، بص بقى، ده هكسره. واو، بحاول. واو، طلع بقى ديناصور تاني لونه ازرق. الله، لا ده شكله جامد جدا. بصوا، حطيناه بقى كده. احنا كده عندنا بقى كل الالوان، عندنا انواع تانية مختلفة كمان من الديناصورات. اعتقد دي كل الفصائل اللي جوه. تعالوا بقى نشوف بيضة الديناصور دي. ايه ده؟ ده زي الديناصور اللي هو لونه اخضر، شكله بقى متكرر كتير قوي جوه، هو واللونه ازرق كده. لغاية دلوقتي فتحنا منه 3. اوكي، احنا كده بقى فتحنا كل الانواع، فاضل لنا بس النوعين اللي هما في الصورة دول، اللي هما ما بنوش خالص، ما طلعوش خالص. التعبان ده كل البيت طلع ديناصور، وما كانش فيه كائنات كتيرة الصراحة، طلعوا كلهم شبه واحد في اللي هو شبه الديناصور ده. انا عن نفسي عجبني. قوليلي بقى في الكومنتات رأيكم في بيت الحيوانات الفظيع ده، 60 pieces، 60 قطعة، وكسرتهم بقى كلهم. اتمنى ان هم يكونوا عجبوكو كده بقى. ممكن ابصوا البيض الصراحة، لما جيت كسرته غالي في الوان صباعي.
اتمنى بقى صراحه انه يكون عجبوكم, واستنى الكومنتات بتاعتكم. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه, لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي, باي باي.